السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ميسان اس. اليوم جيتكم بوصفة تاع البسبوسة، بسبوسة رائعة ولكن بذوق مختلف، ذوق الكراميل. نبدأ بسم الله. أول حاجة اللي نحضروها هي الشربات. شربات نديرو كاس تاع السكر مع زوج كيسان تاع الماء، نحطهم فوق النار، كي يغلي نحسب ربع ساعة ونطفي عليه. الوغ دقيق موايا، هاولي كاس ناقص ان دوا، كاس ناقص ان دوا، ان دوا باردون تاع السميد، ولا اللي تحب بالغرام سي 150 غرام، 150 غرام دو سمول موين. نسحق نص كاس تاع السكر ولا 75 غرام، نص كاس تاع الزيت، هنا زوج حبات بيض، وحده فلان كراميل، وحده لا ليفور، كاوكاو محمص ومرحي، محمص وملحي خشين شويه. هكذا نسحق، انا حنستعمل حوالي شويه فوق نص تاع الكاس، ونسحق عطر الكراميل. اللي ما عندهاش دير لافاني. نبداو بسم الله. ما كاش حاجه سهله على البسبوسه، دونك لي زانغغيديون لي ناشفين نخلطهم وحدهم، والليكيد نخلطهم وحدهم. دونك فوالا، هاوليك السميد تاعي، لا ليفور، شوف كيف غادي نعمل. هذا نخليه للتزيين ابخي، هذا شويه نخليها نزين بها من بعد. دونك انا استعملت فينالمون كاس السكر، الزيت، الفلان، قطره تاع عطر الكراميل. فوالا هكذا دوكا نزيد هادو المواد الناشفه. دونك هاد ليمول هادوما لا بروميير فوا حنطيب فيهم، مانيش عارفه في الفوق اسكو صح ما يترتقوش ولا لا. هاهم ليك بهاد الحجم، هذا حنديرو فيهم البسبوسه بروميير فوا، حنسييهم نديرو فيهم البسبوسه. اللي ما عندهاش هادو دير في ان بلاطو. ندهنهم بالزيت وندير لهم شويه سميد. نبدا نعمر القوالب تاعي، الخليط تاعي تقال، ما نعمرهمش كامل، نعمر ثلثي القالب. في هذا الوقت نكون سخنت الفرن تاعي على 180 درجه باش ندخلوهم نطيبوهم، نحطوهم في الوسط نطيبوهم من تحت، كي الاطراف يحمروا نشعلو لهم من الفوق باش ياخذوا اللون الذهبي. بعد ما طابوا وخداو اللون الذهبي خرجتهم من الفرن، شربتهم بالسيغو اللي كنت حضرته معاكم، وزدت له شويه عطر الكراميل. شوفوا هنا كيفاش راهم مشربين. للتزيين ناخذ 3 ملاعق تاع لاشونتيي، نطلعها بواحد فلون كراميل باش نتحصل على كريمه شونتيي بذوق الكراميل. فوالا نديرها برك شويه هذا السيغو من الفوق باش تولي تبريي، تعطيها لمعه، وتاني باش لي كاكاوات يلصقوا من الفوق. فوالا بغي نجيب لي كاكاوات تاعي. كل وحده دير ديكور كيما حبت، انا هذا الديكور اللي جاني في راسي، حاجة سامبل سهلة. كريم شانتيي تاعي في اون بوش ادوي، هاي لا دوي تاعها، ندير غير اون غوزاس برك في الوسط. بعد التزيين يبقى اختياري، يعني انتي واش تحبي ديري.
لغزاز. هاي ليك بسبوسه تاعنا واجده بيان ديكوري ما شاء الله بريزونطابل ميم كي تجوك ضياف ولا تحمر الوجه. شوفوا كيفاش معسله ومشربه لداخل خفيفه، ذوق الكراميلي باش نبدلو شويه على بسبوسه تاع تشينا وبسبوسه تاع نواه كوكو. ذوق هذا بزاف بنين. وعندي تاني بسبوسات بادواق اخرى راح نقدمهم لكم ان شاء الله في الايام المقبله. نقسم لكم تشوفوها كيفاش جات لداخل. تخ شوفوا لداخل بزاف بنينه، ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. هذه هي البسبوسه بذوق الكراميل. الى عجبتكم الوصفه ديروا جيم لا فيديو. اللي اول مره يزوروا القناه نقول لهم مرحبا بكم، ماذا بكم تشتركوا معنا، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد.